مشاهدينا الكرام، للمزيد من التوضيح والتحليل والمتابعة حول ما دار في مجلس جامعة الدول العربية في الدورة غير العادية، ينضم إلي مباشرة من هناك مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية أرجو أن تضع المشاهد الكريم في الصورة كاملة وما دار في هذا الاجتماع حول القضايا وحول القضية الفلسطينية وعلى مخرجات هذا القرار. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هذا الاجتمااع الطارئ في هذه الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية، هذا الاجتمااع الذي جاء ردا على ما يقوم به جيش قوات الاحتلال فيما يتعلق بجنين تحديدا والقضية الفلسطينية بشكل عام. بدأ الاجتماع اليوم بداية بكلمة رئيس المجلس ورئيس هذه الدورة 159 محمد السفير محمد مصطفى عرفي، والذي ندد وشجب هذه التحركات والتصرفات العسكرية الغير مبررة حسب تعبيره تجاه جنين وتجاه مدينة ومخيم جنين واستهداف المدنيين بشكل مباشر، فضلا عن تدمير البنية التحتية لهذه المدينة وهدم المنازل والقصف العشوائي لهذه المناطق، بالإضافة لي كما ذكرتم منذ قليل تهجير أيضا السكان هناك في هذه المنطقة، مئات من السكان واستهداف الأطفال والقبض أيضا على الأطفال. كان هذا البيان يتحدث عن إجماع من الدول العربية المشاركة في هذا الاجتماع اليوم حول آليات التعامل مع هذا الموقف، ثم أطلقت الكلمة للمندوبين المختلفين داخل هذا الاجتماع. بدأت بكلمة بالطبع سفير فلسطين والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، كانت كلمته مباشرة وواضحة حول محاولة الوصول لآليات من شأنها تغيير الطريقة التقليدية حسب تعبيره في التعامل مع القضية الفلسطينية، بجانب بيانات الإدانة والشجب الخاصة بتعديات قوات الاحتلال التي لم تتوقف فقط عند جنين، بل هي كانت متواجدة منذ إبريل أو مايو الماضي على غزة وعلى القدس بالطبع وعلى مسجد الأقصى الذي استهدف المسلمين والمسيحيين على حد سواء والمقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء، والاستهداف المباشر للمواطنين الفلسطينيين في شتى بقاع الأراضي المحتلة أو حتى الأراضي الفلسطينية الآن. بالإضافة لذلك البيانات المختلفة التي صدرت من الدول العربية حتى من مصر بشكل مباشر، إما في ذلك الوقت ومحاولات مصر دائما للتهدئة والوصول لحلول سلمية في محاولة من جميع الدول العربية للتأكيد على قرارات المجتمع الدولي، وهو إقامة الدولتين، حل الدولتين هو الحل السلمي الوحيد الذي من شأنه أن يقوض عملية العنف بل ويفتح أبواب جديدة للسلام. أضاف بعد ذلك مندوب فلسطين والذي تحدث بشكل مباشر عن الطريقة غير التقليدية من وجهة نظري هي فرصة محكمة العدل الدولية لاستقبال المذكرات المختلفة التي تتعلق بجرائم قوات الاحتلال فيما يتعلق باستهداف الأطفال، استهداف الشعب الفلسطيني، عدد كبير آلاف ومئات من الشهداء كانوا بسبب يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العقد الماضي، وخصوصا خلال العامين الماضيين. نعم. وصل عدد الأطفال تقريبا الذين تم قتلهم واستشهادهم بسبب هذه العمليات الوحشية والعنيفة إلى أكثر من 2250 طفل فلسطيني، بالإضافة ل 160 آخرين قابعين الآن في سجون الاحتلال، وفي هذا العدد في ازدياد. ذلك المحكمة الدولية أتاحت هذه الفرصة لتقديم كريم أود أن أعود مرة أخرى إلى بيان مصر ودولة الاحتلال، فرصة أن يتم تقديم هذا البيان قبل 25 من يوليو، أي 20 يوما تقريبا من الآن، وطالب الدول العربية بالتكاتف لوضع هذا البيان الذي يجمع كل انتهاكات الخاصة بقوات الاحتلال، انتهاكات الشرعية الدولية، انتهاكات حقوق الإنسان، كل ما يتعلق بما يحدث على الأراضي المحتلة من زيادة عمليات الاستيطان، من استهداف مباشر للمدنيين، وليس فقط ما يدعيه جيش الاحتلال هي محاربة بعض
الكيانات المسلحة والتي من وجهة نظرنا هي كيانات المقاومة الفلسطينية، ولكن هو القضاء بشكل كامل على الشعب الفلسطيني وضم ما بتبقى من الأراضي الفلسطينية لأراضي الاحتلال. لذلك طالب بوجود بيان موحد ورسالة قوية يتم كتابتها خطيا ورفعها لمحكمة العدل الدولية ليتم التعامل بشكل مباشر. وذكر أيضا كما ذكرتم عن فكرة أن ما إذا ما تأكدت كالمعتاد أن قوات الاحتلال لا يوجد أي ضغط دولي عليها بشأن ما يحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها ستزيد من أعمال العنف المختلفة، بما أنه لا يوجد رقيب على ما يحدث منها ولا يوجد عقاب لهذه القوات. كلمة مصر كان لها دور خاص خصوصا فيما يتعلق ب ليس فقط شجب وما يحدث على الأراضي المحتلة، ولكن أيضا دور مصر الدائم في حل وهذا ما كنت أود أن أتحدث معك كريم عن هذا بالتحديد، هناك في الأراضي المحتلة وخصوصا ما حدث في غزة والقدس الشرقية منذ أو القدس المحتلة منذ يعني عدد أشهر من شهرين تقريبا، والدور المصري في حل هذه الأزمة في ذلك الوقت. ولكن الآن مصر حذرت أكثر من مرة في بيان بالأمس وفي بيانها اليوم في جامعة الدول العربية عن أهمية الوقف الفعلي والفوري لهذه التعديات الخاصة بقوات الاحتلال، التعديات على المواطنين، التعديات على الأطفال، القبض على الأطفال، كل هذه التعديات عليها أن تتوقف حسب البيان المصري في محاولة لعدم عرقلة حلول السلام وحل الدولتين على حدود 1967 حزيران يونيو. لذلك كان هذه كلمات خاصة من مندوب فلسطين ومندوب مصر، شارك أيضا باقي الدول العربية فيما يتعلق بالبيانات المختلفة فيما يتعلق بالشجب والندب، ولكن الجميع أجمع على أهمية الوصول لحل وسط لإقامة حل الدولتين. وأيضا الجميع أدان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي حسب تعبيرهم يغضوا البصر عن ما تفعله قوات الاحتلال من قتل للأطفال، من تهجير للسيدات، من أماكن استيطانية جديدة، من ضم جديد للأراضي الفلسطينية للأراضي المحتلة. إدانة واسعة لغض النظر غض الطرف من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان حول هذه التصرفات، مما أيضا يتيح الفرصة أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة ونتنياهو خصيصا في التعامل بشكل مباشر وشكل استيطاني واضح. وكما أطلق أيضا في الجلسة اليوم ما يحدث في جنين وفي القدس هي مجزرة فيما يتعلق بالأرواح أرواح الفلسطينيين. كل ذلك يؤدي في النهاية حسب تعبير البيان المجمع اليوم من الدول العربية المشاركة في الاجتماع أنه لن يقف إلا بوقوف موحد دولي ضد هذه الانتهاكات، انتهاكات الشرعية الدولية، انتهاكات حقوق الأطفال، انتهاكات حقوق الإنسان، ومطالبات كبيرة بتحركات غير تقليدية وغير معتادة للتعامل مع هذه الأزمة، خصوصا في ظل التصعيدات المتواصلة من جانب قوات الاحتلال سواء بالأمس أو قبل أمس، وما زالت مستمرة حتى الآن، زيادة الأرتال العسكرية التي تتحرك لمدينة ومخيم جنين، زيادة استهداف المنازل، زيادة استهداف المستشفيات على سبيل المثال، زيادة استهداف الأطفال والسيدات بدون تفرقة بين المقاومة الفلسطينية أو حتى المدنيين. بالإضافة لذلك أيضا تهديدات بتوسعة نطاق الحرب على الأراضي الفلسطينية ليس فقط في جنين ولكن أيضا في القدس وغزة. بالإضافة أيضا لذلك بعض التصعيدات الخاصة من الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بوقفات في جميع في بعض مدن الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف في وجه قوات الاحتلال ليتوقف عن هذه التصرفات العنيفة والعدوانية التي تستهدف بشكل مباشر المواطنين والأطفال. على كل الأحوال زميلي مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس، هذا ما أكدت عليه الدولة المصرية أن القضية الفلسطينية ستظل القضية العربية المركزية والأولى، وحملت المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه القضية. كل الشكر والتقدير مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس من جامعة الدول العربية، شكرا جزيلا لك.